غادي نبداو بواحد الحرشه بالكفته واللوز والبلاميسلا. عندنا فيها بالنسبه للحشو، بالنسبه للعجينه ديال الحرشه، عندنا بعض البيضات، نص كيلو ديال السميده رقيقه، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، كاس ديال الحليب سائل، الحليب عادي، جوج الخمارات وشويه ديال الملحه. هذا بالنسبه للعجينه ديال الحرشه. بالنسبه للحشو، عندنا البصله مفوره، تقريبا واحد الكيلو ديال البصله كنشنفوها تكون رقيقه، وكنفوروها مع واحد شويه العواد القرفه وشويه ديال الملحه، يعني كنفوروها حتى كتهبط مزيان. عاد كناخذوها كنعسلوها في المقله مع شويه الزبده وشويه ديال العسل وشويه ديال القرفه، يعني كتكون البصله معسلانيت بحال هكا. غادي ناخذ وعندنا ربع ديال الكفته، غادي نشحروها مع بصله رقيقه، يعني مشلضة رقيق. غادي ناخذ بصله صغيره، غادي نشلضوها رقيقه، نديروها في المقله حتى كتهبط مع شويه الزيت. عاد كنزيدوا ربع ديال الكفته، غنتبلو فقط بشويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه حتى كتشحن مزيان وكتفرتت. عاد كنزيدوا معلقه ديال العسل، يعني كتكون حرشه مالحه حلوه. يعني كنديروا معلقه ديال العسل في ديك الخليط مع البصله، وكنخليوها تبرد. وعندنا واحد الكميه، يعني واحد تقريبا واحد ربعه صغيره ديال اللوز محمر في الفران بالقشره ديالو ومهرمش، يعني كيعطينا اللوكو ديال البخاليني. كنخليوه بالقشره ديالو وكنحمروه في الفران وكنهرمشوه. هادشي اللي عندنا بالنسبه للحرشه. عندنا المقادير ديال الحرشه، عندنا البصله معسله، وعندنا الكفته، وعندنا اللوز. غادي ناخذوا هاد المقادير ديال الحرشه، غادي نخلطوا البيض مع السنيده مع الزيت والحليب، وكنجمعوا بالسنيده والخمارات. كنخليو الخليط ديالنا يرتاح واحد ربع ساعه، كنقسموه على جوج، يعني كنديروا منه طبقات. الطبقه الاولى يعني كنكون في التحت، عاد كنفرتتو عليها ديك الكفته كلها اللي طايبه مع البصله، عاد كنزيدو البصله معسله من الفوق، وكنديروا اللوز مهرمش، وكنعاودو نغطيو الخليط ديالنا كامل بداك النص المتبقي من الحرشه. وكندخلوها الفران، يعني كتاخذ الوقت ديالها الكافي في الطياب. وملي كنخرجوها راه كندردرو عليها السكر كلاصي والقرفه، كتجي رائعه بالنسبه للكوت. ايه الله يعطيك الصحه، هذه بريستيج الصراحه، حريشه بالكفته معسله صراحه كتجي رائعه بزاف بين الحلاوه والملوحه. هنا غادي نمشيو ان شاء الله لواحد التحليه بتشيز كراميل. غادي ناخذوها الطريقه ديال التشيز كيك. غادي نديرو واحد الكميه، يعني تقريبا واحد جوج باكيات ديال البسكويت، كنطحنهم مزيان البسكويت اللي فيه اللي ما فيهش الكريمه لا الشوكولات. كناخذو كنطحنو، وكنزيدو ليه واحد الكميه ديال اللوز مهرمش مسلوق ومقلي ومهرمش، وكنزيدو الزبده، يعني الزبده مذوبه. هنا ما غاديش نديرو القاعده لا والو، غنديرو فليفيرين، يعني كتكون طبقه فليفيرين. غناخذو هذا الخليط كنبسبسو مزيان بالزبده مذوبه، تقريبا غير واحد جوج 100 غرام الزبده كنذوبوها، وكنزيدوها على البسكويت واللوز، كنديرو منه طبقه فليفيرين، وكنتكيو بشي مدلك ولا شي حاجه اللي كتكون عنده القاعده مبسطه باش كيشد لينا البسكويت لا فورم ديال الفيغي اللي عندنا. هنايا غادي ناخذو نمشيو نوجدو الكريمه اللي كتكون مخلطه بين الفرماج والكراميل. يعني كناخذو هنايا في الكريمه عندنا واحد الحب ديال الجبن، يعني كيف ما كان 200 غرام حتى 250 غرام. غادي ناخذو نزيدو عليهم جوج يوغورت كريمي اللي كيكون بالسكر اللي فيه الزرق، يعني جبن 50. غادي نخلطوهم مع هاد الجبن بالطراب، يعني بالطراب الكهربائي، وحنايا كنخلطو. غادي نزيدو ثلاثة ديال الفرماجات مربعين، وجوج معالق ديال حليب غبرة، يعني بحال الطريقة باش غادي نصوبو الكيك العادي. هنايا كنخلطو الكريمة مزيان، عاد في الآخر كنزيدو داك الحب ديال الحليب المركز المحلى كراميل، اللي كيكون كراميليزي. غادي ناخدو نبقاو نزيدو معلقة بمعلقة، وحنايا كنقربو، حنايا كنطلعو بالطراب الكهربائي. هنايا كيف ما نقدرو نديرو الرشد البخاليني كيجي فيه رائع. نقدرو نخليو الكريمة هكا ونقدرو نزيدو فيها الرشد البخاليني، لأن عندنا اللوز في القاعدة ديال التشيز كيك. وكنخلطو الكريمة ديالنا، وكنديرو منو طبقة تانية، وكندخلو لي فيغين ديالنا بالثلاجة حتى يبردو مزيان، ومن بعد كنزينو الفوق. يعني كناخدو الكنافة عادي، كناخدو الكنافة كنحمروها في الفران، يعني بشوية زبدة نوازات وشوية سكر كلاصي، حتى كتحمر وكتفرتت، يعني كتجي مكرملة،
وكنزينوا بها، ولكن هذه ما كنزينوش حتى كنبغيو نحطوا لي فيها اييه باش ما كترطب كترطب كنخليوها مقرمله اولا تو سامبلومون كنزينوا باللوز مسلوق ومقليوه بهرمش اييه الله يعطيك الصحه كنقدموها بالصحه والراحه بارك الله فيك الطريقه ديالو ساهل وكيجي رائع جدا يعني خارج من بين الفرماج والكراميل اييه مزيان هنا غادي نمشيو ان شاء الله لواحد الكيكه حتى هي بالكوك كتجي على شكل طبقات وساهله جدا دغيا كتوجد. وبالنسبه لهذا الكيك باش عجبني انه واخا كيدخل الثلاجه كيبقى عندنا سيمانه في الثلاجه كيبقى هو هو يعني كيجي رائع ومعلك. عندنا بالنسبه للمقادير ديال الكيك حتى هو على شكل طبقات، عندنا جوج البيضات، 125 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، خماره واحده وفانيا والدقيق. غادي ناخذ بالنسبه لجوج البيضات غنخدمو هو الاول الزبده مع السكر، غادي نزيدو بيضه على بيضه وفاني، ومن بعد كنزيدو الدقيق والخماره. يعني الدقيق هنايا كنزيدو حتى كيتجمع لينا الخليط وكيولي ثقيل بزاف، يعني ما كيوليش بحال طابلي وانما كيكون ثقيل اييه كنفرشو يعني كنبسطوه في واحد يعني كنخدمو به كتكون العجينه كتلصق في اليد. كنخدموه في واحد اللاطه كتكون مربعه يعني كيكون كيك عائلي كبير. كنخدموا بحال كيف ما كنا كنخدموا ديك الكيكه اللي كتكون بالقهوه ولا الفاني ديك اللي كنا كنقطعوا بالموس بحال هكاك، يعني كنبسطو مزيان بيدينا وكندخلوها للفران غير كتبدا تشد في فراسها شويه يعني كتبدا تقصح ما كتحمرش يعني كتقصح كنخرجوها يعني بالنسبه لهذا الخليط كيكون كيلصق في اليد يعني كيكون ما ثقيل ما جاري ماشي متماسك بحال الصابلي، المهم كيكون باقي كيلصق في اليد. وكنفرشوه هنايا في واحد اللاطه مفرشه بالسلفوريدي كنفرشوه مزيان يعني كنبسطوه مزيان حتى كتولي طبقه رقيقه وكندخلوه للفران غير كيجي يشد فراسو يعني ما كيتحمرش غير كيشد فراسو كنخرجوه وكنديروا عليه واحد الطبقه ديال الكونفيتور ديال المشمش اللي كيكون ثقيل كنديروا منه طبقه كامله فوق من هاد البسكوي فوق من هاد الكيك. عاد كناخذو كنوجدوا المقادير ديال الكيك اللي بالكوك. عندنا فيه 4 البيضات يعني الطبقه الثالثه، هذه الطبقه الاولى عندنا فيه الكيك الاول، الطبقه الثانيه عندنا فيه الكونفيتور بالمشمش كيكون ثقيل، الطبقه الثالثه كتكون بالكوك. هنا عندنا 4 البيضات، كاس ونص ديال السكر يعني سنيده، عندنا فانيا وحده، 125 غرام ديال الكوك. من الاحسن يكون داك الكوك رقيق يدم ملي كناخذوه كناخذوه بماركة مزيانة واخا كيكون طالع شوية في الثمن ولكن هو اللي كيعطي نتيجة مزيانة وكيعطي ديك التعليكة في الكيكة ديال الكوك. هنا عندنا معلقة كبيرة ديال الدقيق، يعني 4 البيضات، كاس ونص سكر سنيدة، فاني، 125 غرام ديال الكوك ومعلقة كبيرة ديال الدقيق. الأول غادي نفرقوا البيض على الصفر، غادي ناخذوا كاس ديال السكر غادي نطلعوا به ديك 4 البيضات 4 البياض البيض ومع الفاني حتى كيولي مغان كنخليوه ابار. عاد كنخلطوا 4 صفار د البيض كنطلعوهم حتى هما مع داك نص كاس السكر كيعطينا خليط بيض. عاد كنزيدوا عليه 125 غرام ديال الكوك، معلقه ديال الدقيق، ومن بعد بشويه بشويه حنا كنزيدوا داك لامورانغ حتى كيعطينا واحد الخليط متماسك. عاد كنخويو على ديك الكيكه اللي عندنا وكنعاودوا ندخلوها للفران حتى كيشد يعني حتى كطيب على خاطرها. من بعد كنخرجوها يعني حتى كيتحمر لينا الكيك مزيان كنخرجوها وكندهنوها بالناطاج اولا بالكونفيتور وكندردرو عليها الكوك مزيان كيف ما كنقولوا الكوك يكون مزيان وكنخليوها يعني هاد الكيك تقدر تبقى عندنا كيف ما قلنا سيمانه وما كيوقع لها والو كتجي رائعه بزاف. ايه الله يعطيك الصحه وخاصه السيدات اللي تيبغوا المذاق ديال الكوك في الكيك غتعجبهم بزاف تبارك الله عليك. والكونفيتور ديال المشمش كيتواتاو بزاف. بالنسبه غادي نمشيو ان شاء الله لواحد العصير بالكريم باتيسير، كنعرفوا دابا الضياف مع هذا كنحتاجوا اننا ننوعوا في العواصر وبالنسبه وبزاف العواصر اللي كيعطيونا الكميه كثيره بحال هذا العصير ديال الكريم باتيسير كيعطي كميه مزيانه وما كيبانش نهائيا لوكو ديال الكريم باتيسير وكيجي مذاق رائع. عندنا بالنسبه للمقادير عندنا غادي نوجدوا واحد الكريم باتيسير العاديه يعني نص لتر ديال الحليب، 3 د المعالق ديال بودره الباتيسير، وثلاثة د المعالق ديال السكر، يعني كنوجدوا الكريمة عادي وفانيا حتى كيعقد لينا الكريمة في كاسرونة كنديروه في شي حاجة ونخليوه في الثلاجة حتى كيبرد مزيان وكيعقد.
من بعد كناخذوا عندنا جوج اليوغورت ديال الفريز، وعندنا الكميه اللي عندنا متواجده في ديال الفريز سواء كونجلي سواء من الاحسن يكون فريز كونجلي، وكناخذوا وكنطحنوا كل شيء في الخلاط وكنقدموه كيكون بارد. ايه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ايه ما كيبانش نهائيا الوك ديال الكريم باتيسري، وانما كيجي فيه ديك البنه زوينه. عندنا غادي نمشيو لواحد التحليه اولا نبداو بشلاضه. عندنا شلاضه في ليفيرين حتى هي كتكون بارده صيفيه. غادي ناخذ فيها واحد كيلو ديال البطاطا مسلوقه ومطحونه، يعني كناخذ البطاطا كنسلقوها ولا كنفوروها وكنطحنوها مزيان. كنزيدو عليها واحد العلبه ديال الطون مصفيه، كنزيدو علبه ديال المايس، واحد شويه ديال السوريمي مقطع، ثلاثه ديال المعالق ديال المايونيز، عندنا شويه ديال الزيت البلديه، سيبوليت مقطعه رقيقه، الكورنيشون كيكونوا اختياريين يعني اللي كيعجبو اللوغو ديال الكورنيشون كيكونوا رقاق بزاف يعني كنقطعهم رقيق، وكنديروا منهم طبقه اولى في الليفين، يعني هاد البطاطا مع السوريمي مع المايس والطون وهذا الشيء كامل يعني كنخلطوه وكنديروا كطبقه اولى في الليفين. هاد الليفين كيكون مرافق للبلان اللي كيكونوا عندنا ديال العرب. غادي ناخذو كطبقه اولى غادي نحطوها، ومن بعد غادي نوجدو غادي ناخذو السوريمي ديالنا اللي عندنا كنقطعوه دوائر وكنفرتو يعني بحال اللي كيعطينا بحال السباغيتي كيكون طويل. غادي ناخذو ونديرو مع الكريمه. الكريمه عندنا فيها واحد نص ديال العلبه ديال الجبن، في الاول غادي نطلعو واحد العلبه ديال لاكريم فريش ديك الصغيره ديال 200 غرام غنطلعوها مزيان، وغادي نزيدو عليها ثلاثه ديال المعالق ديال المايونيز، وغادي نزيدو عليها نص علبه ديال الجبن مع معلقه ديال عصير الحامض وجوج المعالق ديال المايونيز. غادي نخلطو العناصر كلها مع شويه ديال الملح والبزار، وكنزيدو شويه ديال الكاتشب باش كيعطينا داك اللون ديال السموم باش يعطي واحد هذا مع السوريمي. غادي نخلطو العناصر كلها مع السوريمي اللي مقطع رقيق، وكنديرو منه طبقه ثانيه، ومن الفوق كنديرو داك بيض التمان والزيتون والطوماط سوريز والشلاضه اللي عندنا من الفوق، يعني كيجيو لي فيغين فريش يعني كيكونوا مزيانين بالنسبه للصفه كيكونوا مرافقين مع لي بلا ديال العراده كما كنقولوا، كتجي راقيه حتى هي. ايه وصيفيه منعشه. الله يعطيك الصحه. هنايا غادي نختموا لاسانا بواحد ميلك تشيك ديال الاطفال بالشكلاط. ايه غادي ناخذوا الكلاص اللي عندنا بالشكلاط سواء مصاوب في الدار سواء مشري في البواطه ولا هذا، يعني كناخذوه هو كونجلي كنديروه في الخلاط الكهربائي، كنزيدوا عليه حليب بارد وواحد لاسيس باش كيجينا ميلك تشيك يعني باقي قاب في راسو، يعني واخا كيبرد شويه يعني واخا كيدفى شويه كيكون باقي قاد في راسو. لاسيس اللي عندنا هنايا كنزيد واحد نص كاس ديال القشده الطريه، ما كنطلعوها ما والو، يعني كنخويوها في الخلاط الكهربائي مع داك الكلاص ديال الشوكولات مع الحليب. الحليب من الاحسن يكون بارد ما كيسيش لينا الكلاص دغيا، وكيف ما قلنا واخا كيكون يعني كنوجدوه وكنحطوه في الكيسان واخا كيبقى لينا تقريبا ديك نص ساعه ولا هذا كيبقى الميلك تشيك باقي قبض في راسو. هاد لاكريم فخش اللي عندنا يعني سواء ديال الايترو سواء ديال البواطا هي اللي كتخليه كيكون باقي عقد وشاد في راسو، وكنقدموها لسناء كنزينو كيف ما بغينا وكنقدموه للدراري، يعني نقدروا نزينو بالشونتي من الفوق. اييه حتى هو يجي مزيان للدراري وبالصحه والراحه سناء، وقبلوا علينا وكل خير تبارك الله عليك.